يا بابا انا هنا يا بابا. فين يا بابا؟ ايش هو هنا يا بابا؟ فوق بص فوق. ولدي نزلني يا بابا، اعمل اي حاجه لحسن البالون ده هيوديني المريخ. ولدي ما بداش نشد من شنك صعب يا بابا. الحان يا بابا. لا منمن يا منمن، لا يا منمن، مش كده يا منمن. الدكاترة تمنونا وقالولنا ان انت كويس وبخير يا ولدي. ويجي منين الخير وانت اللي مخلي اللي اسمه منمن ده يقعد معايا؟ ده الواد معجون بمية عفاريت. انا عيشو عموما سلامتك. سلامتك بسيطة، تركبني البالون وتسيبني لوحدي. ده انا لولا بابا كان زماني سافرت بره الكرة الارضية. حصل خير يا ايشو، المهم انك بخير. انا كنت عايز اسافر بيه لوحدي وانت ركبت وهو مش بيشيل غير الاوزان الخفيفة. انت مش قلتلي انه يشيل اي وزن؟ اوبس. شفت يا بابا؟ انت قلتله انه يشيل اي وزن يا منمن وكذبت عليه. قول بقى قلت ولا ما قلتش؟ صراحة انا كذبت يا بابا في النقطة دي. شوف يا ولدي، الكذب ده خطأ كبير ممكن اي حد يقع فيه، لكن الكذب ملوش رجلين. يعني ايه يا بابا؟ يعني اللي بيكذب مصيره هينكشف وهيخسر كل اللي حواليه ويبان انه ضعيف ومعندوش القدرة ولا القوة اللي يواجه بيها ضعفه فبيكذب، تبقى ضعيف وجبان. بس انا ما بحبش اظهر في موقف ابان فيه اني ضعيف او مش عارف. لو ضعيف جو نفسك، لو مش عارف اجتهد انك تعرف اللي ينقصك، لكن تكذب تخسر احترام الناس ليك، تخسر قيمتك قصاد نفسك وقصاد الاخرين. صح يا بابا، انا غلطان. عمرك ما هتلاقي حد هيحبك لو استمريت انك تحل مشاكلك بالكذب. لو سمحت يا جماعة، عايزين حد ينزل في الريسبشن تحت ويدفع حساب المستشفى. يلا يا ايشو. انا بابا عايز اعترف لك برضو بحاجة. انا الدنيا معايا ملطشة، وكنت كدبت عليك وقلت لك ان الدنيا معايا مزهزها وكده عشان ما كنتش عايزك تزعل مني. اكدب. سامحني يا بابا. سامحتك، وبعد كده لما تبقى واقع في مشكلة تقول لابوك انا سطر وغطى عليك. حبيبي يا بابا. كام الحساب يا استاذ؟ حاجة بسيطة يعني 23,000 جنيه بس. كم؟ بسيطة، هنبيع فدان ارض.